استضافت وزارة التربية والتعليم أعمال المؤتمر التربوي الدولي الثالث والذي ينظمه المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بالتعاون مع الوزارة. نعم، حيث افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عضو المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج أعمال المؤتمر الذي يأتي هذا العام تحت شعار تعليم مبتكر لعصر متغير. بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في المجال التربوي من عدة دول، استضافت وزارة التربية والتعليم أعمال المؤتمر التربوي الدولي الثالث. ويشتمل المؤتمر الذي يقام على مدى يومين سلسلة من الجلسات العامة وورش العمل التي تركز على تشخيص واقع النظم التعليمية ومناقشة تطوير قدراتها على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. استضافت مملكة البحرين المؤتمر الذي ينظمه المركز العربي للبحوث التربوية في دولة الكويت الشقيقة، ويأتي عنوان هذا المؤتمر تعليم لعصر متغير. وطبعا تنطلق أهميته لكونه أول مؤتمر ينفذ تقريبا من بعد جائحة كورونا، فهو يركز على أهم التحديات التي يواجهها التعليم في هذا العصر ومتطلبات المرحلة المقبلة. وإن شاء الله يتمخض طبعا مناقشات هذا المؤتمر عن توصيات تسهم في دعم جهود وزارة التربية والتعليم في دول مجلس التعاون وأيضا في المنظمات التعليمية الإقليمية في تطوير التعليم وتنميته. نحن سعداء بأن تستضيف مملكة البحرين، مملكة الخير والعطاء والنماء، هذا المؤتمر الدولي الثالث الذي ينظمه المركز العربي للبحوث التربوية بدولة الكويت، واحد مراكز التابعة لمكتب التربية العربي دول الخليج. فكل الشكر والتقدير على ما يحظى به مكتب التربية العربي ومراكزه من دعم ومساندة من حكومة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وسمو ولي عهد الأمين، ومن وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين. موضوعنا السنة هذه راح يكون حول تعليم مبتكر لزمن متغير، يعني ما راح نعالج في واقع التعليم في مجتمعاتنا الخليجية، إنما راح ننطلق لنطرح أفكار لتصور تطور التعليم ومستقبل هذا التعليم ومجاراته للعصر المتغير السريع الحقيقة في هذا العالم. في هذا الوقت من الزمن يجب علينا تبني الأساليب والطرق التعليمية المبتكرة التي تعتبر نتاج البحوث التعليمية ذات الجودة العالية وطريق ثابت لضمان مستقبل التعليم من أي تغيرات طارئة. هذا المؤتمر يأتي في وقت مهم جدا، تحديدا بعد السنتين الماضيتين، فتوجب علينا وضع الخطط المستقبلية للتعليم والتكنولوجيا التي لها دور كبير في حياتنا، والتعليم يتيح لنا الفرصة لتكوين مجتمع ملم بجميع جوانب التقدم التكنولوجي. الهدف من هذا المؤتمر هو ضمان التطور الإيجابي في التعليم مع التغير الذي يحدث للعالم من ابتكارات وتقدم في الطرق والأساليب التعليمية المختلفة من خلال البحوث التطويرية. احتضان مملكة البحرين لهذا المؤتمر الدولي المهم يؤكد جهود مملكة البحرين في الارتقاء بالتعليم وعلى المساهمة من خلال هذا المؤتمر بالخروج بتوصيات ومخرجات تسهم بالمزيد من النهوض بالمسيرة التعليمية في دول الخليج العربية.